بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 31 بعد 132 من سلسلة دروس كتاب اللباب، شرح متن الكتاب للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: وإن حلف بصفة من صفات الفعل، وهي التي يوصف بها وبضدها، تقول: غضب الله ورضي الله، أعطى الله ومنع الله، رفع الله وخفض الله، يعني يوصف بها وبضدها. قال: إذا لم يتعارف الحلف بها كغضب الله وسخطه ورضائه ورحمته، يعني إنسان قال: وغضب الله لن أفعل ذلك، قال: ورحمة الله إني فعلته، وكان هو لم يفعله، ولم يتعارف، لم يجري العرف الحلف بهذه الصيغة، قال: لا يكون يمينا. قال: لم يكن حالفا، يعني معنى لم يكن حالفا يعني لا يلزمه الكفارة إن كان حالفا، إن كان إن حنث يعني، ولا يكون قد أتى بيمين الغموس إن كان هذا الكلام كذبا، هو يكون كاذبا، ولكن لا تسمى هذه يمين غموس، ولكن هو إن كان لم يفعل، يعني إنسان مثلا ما ذهب وقال: ورحمة الله لقد ذهبت، هذه اليمين لا تسمى يمين غموس، ولكنه هو كاذب، يعني ارتكب معصية الكذب. قال: لم يكن حالفا، لأن الحلف بها غير متعارف، ولأن هذه الصفات قد يراد بها أثرها، وأثر الشيء غير الشيء، يعني غضب الله ليس هو الله، ورضا الله ليس هو الله، فأفعال الله التي يخلقها ليست هي الله سبحانه وتعالى. والحاصل أن الحلف بالصفة سواء كانت صفة ذات أو صفة فعل، إن تعرف الحلف بها فيمين، وإلا فلا، لأن الأيمان مبنية على العرف. لذلك قد يكون اللفظ يمينا في مصر ولا يكون يمينا في مصر آخر، حيث لم يتعارف أنه يمين. على سبيل المثال، على سبيل المثال، قولهم فلان يقول: عليه الحرام، عليه الحرام، إيه نعم، هذه عليه الحرام هي بالأصل كانت يمينا، لأن فيها إيش؟ تحريم الحلال عليه، كانت يمينا، ولكن في زمن من الأزمنة تعارف الناس، ولا سيما في هذه الأزمنة الأخيرة الآن، تعارف الناس وصاروا يتخذونها يمينا في الطلاق، فصار الإنسان إذا أراد أن يطلق زوجته يحلف بالطلاق يقول: عليه الحرام. فالآن إذا قالها يكون المقصود بها الطلاق وليس اليمين، يعني يقع بها طلاق ولا يقع بها يمين. أما في الماضي، في العرف الماضي، كان يقع بها يمين، إذا قال علي الحرام يقع بها يمين. ولذلك بعضهم قال في هذه الكلمة مثلا: عليه الحرام،
قال يسأل عن نيته. الأصل العرف، الآن جرى العرف بأن هذه الكلمة ينوى بها الطلاق، فإذا قال أنا ما نويت بها الطلاق وصدقته زوجته، صدقته زوجته بأنه ما نوى بها الطلاق وإنما نوى بها اليمين وسعها البقاء عنده ويكفر كفارة يمين. أما إذا لم تصدقه، والتصديق أمر باطني، يعني ننتبه هنا، إذا صدقته في الباطن أنه نوى اليمين وكذبته في الظاهر، كذبته في الظاهر من أجل أن تتخلص منه، لا يسعها أن تتزوج غيره، لا تملك أن تتزوج غيره. فالأمر إذن أحبابنا في تفصيل حتى ما نطلق الكلام عندما نسأل حول مثل هذه الأمور. فإذا هناك ألفاظ الأمر المبني فيها على العرف، على الأعراف، والأعراف قد تتغير. فالشيخ ماذا قال؟ الحاصل أن الحلف بالصفة سواء كان صفة ذات أو صفة فعل، إن تعرف الحلف بها فيمين وإلا فلا، لأن الأيمان مبنية على العرف. ومن حلف بغير الله تعالى لم يكن حالفا، قال والكعبة والنبي، هذا لا يجوز، لا يجوز أن تقول لإنسان. وهذه العبارة جارية هنا في مصر بكثير، تتكلم لو النبي فعلت، ولو النبي فعلت كذا، هذا الأمر هذا لا يجوز، ولكن لا نقول له هذا شرك نخرجه من الملة، ولكن ننبهه، نقول له لا يجوز الحلف بالنبي بغير الله سبحانه وتعالى. ومن حلف بغير الله تعالى لم يكن حالفا، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا، من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر أو ليترك اليمين، وذلك كالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والقرآن والكعبة قال في الهداية بأنه غير متعارف، ثم قال معناه أن يقول والنبي والقرآن. أما لو قال أنا بريء منه، أنا بريء منه، يكون يمينا، يعني قال أنا بريء من القرآن إن كنت قد فعلت كذا، أنا هو بريء من النبي صلى الله عليه وسلم إن فعلت كذا، فهذا كان يمين، لأن التبري منها كفر. قال الكمال ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يمينا، وأما الحلف بكلام الله تعالى فيدور مع العرف. نلاحظ الآن كيف قال كمال بن همام ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن في زمانه يعني متعارف فيكون يمينا، وأما الحلف بكلام الله تعالى كذلك فيدور مع العرف. فإذا جرى العرف أن يحلف الناس بكلام الله فيكون قوله يعني وكلام الله وكلام الله يكون يمينا، أما إذا لم يجر العرف لا يكون يمينا. حاضر مولانا، في سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. مولانا، من كان من حلف بغير حديث من حلف بغير الله فقد أشرك، أشرك محمول على تعظيما، محمول هذا على التهديد والوعيد والتنفير والتعظيم والتهويل وليس على الحقيقة. نعم سي. يعني لا لا يعني لأنه إنسان حلف بغير الله هل نقول له لقد أشركت؟ فقد حبط جميع أعمالك الماضية، إن كنت حاجا وجب عليك أن تعيد الحج، وإن كان قد صلى مثلا الظهر وجب عليه أن يعيد صلاة الظهر إن كان الوقت باقيا، وإن كان متزوجا فقد طلق زوجته، صار ردة
لا، هذا الكلام لا يقوله عاقل، إلا المشوشون المشوشين هؤلاء يقولون هذا الكلام، هؤلاء غير عقلاء، الحديث ليس عنهم، فالكلام ليس على ظاهره. قال: والحلف إنما يكون بحروف القسم، وحروف القسم ثلاثة، وهي الواو كقوله والله، والباء كقوله بالله، والتاء كقوله تالله، لأن كل ذلك معهود في الأيمان، معهود في الأيمان التي يستعملها الناس، يقولون والله وبالله وتالله، وهذا كله مذكور في القرآن، كذلك مذكور في القرآن كما في قوله تعالى: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، تالله لقد آثرك الله علينا، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا الحسنى، يحلفون بالله، والله وبالله، قالوا كذلك، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. إذن الحلف بالله، بالباء يعني، وبالله وتالله والله، هذه كلها واردة في القرآن الكريم وجرى العرف بها. قال: وقد تضمر هذه الحروف، يعني حروف القسم قد تكون مضمرة فيكون حالفا، وذلك كقوله الله لا أفعل كذا، أو الله لا أفعل كذا، فهنا الله لا أفعل كذا حرف القسم أضمر في قوله الله أو الله لا أفعل كذا، لأن أصله والله، والله لا أفعل كذا. نعم. قال: وذلك كقوله الله لا أفعل كذا. الآن بين لنا وجه الإضمار، وجه الإضمار، فقال: لأن هذا، لأن حذف حرف الجر، لأن حذف حرف الجر من عادة العرب إيجازا، من عادة العرب إيجازا، يعني العرب تحذف حل حرف الجر للإيجاز، يعني طلبا للاختصار، طلبا للاختصار، لأنه كما تعلمون أحبابنا الأصل المبني عليه كلام العرب الاختصار وليس التفصيل والبيان، يختصرون كلامهم. ثم قيل: ينصب، يقول الله لا أفعل كذا، الله لقد فعلت كذا، ثم قيل ينصب لانتزاع حرف الخفض، يعني لحذف، لانتزاع يعني ينصب بنزع الخافض، ينصب بنزع الخافض، وهو حرف القسم، وهو حرف القسم. نعم. فلما الأصل الله لا أفعل كذا، أصلها والله لا أفعل كذا، فلما حذفت الواو انتصب كلمة الجلالة بنزع الخافض، والذي ذهب إليه الجمهور أن النصب بنزع الخافض سماعي وليس قياسي، وبعضهم قال قياسي، بعضهم قال قياسي في الشعر، وبعضهم قال قياسي في كل الكلام. ليه؟ قال: لأن لكثرته في كلام العرب، لكثرته في كلام العرب فهو قياسي، والله أعلم. وقيل يخفض، يعني يقول الله ولا يقول الله، وقيل يخفض فتكون الكسرة دالة على المحذوف، على حرف القسم المحذوف درر. وقال سيدي أبو حنيفة: إذا قال مريد الحلف وحق الله، ما هو حق الله على عباده؟ أن يعبدوه، فحق هنا ما قال وحق الله، يعني يكون قد حلف بعبادة الله، بما وجب على العباد من طاعات، وما وجب على العباد
من حقوق الله ليست هي الله، فالصلاة ليست هي الله. قال وحق الله، قال فليس بحالف، يعني لا يكون يمينا، وهو قول محمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وعنه عن أبي يوسف رواية أخرى أنه يكون يمينا، لأن الحق من صفات الله تبارك وتعالى، وهو حقيقة، فصار كأنه قال والله الحق، لما قال وحق الله كأنه قال والله الحق، والحلف به متعارف، ولهما أنه يراد به بالحق لما قال وحق الله، وهذا ظاهر الكلام، هو يعني ظاهر اللفظ وحق الله أنه المراد به أنه يحلف بحقوق الله على عباده، أنه يراد به طاعة الله، إذ الطاعات حقوقه، فيكون حالفا بغير الله تبارك وتعالى فلا يكون يمينا. قال الإسبيجابي والصحيح قول أبي حنيفة وعليه مشهد الأئمة كما هو الرسم، تصحيح، تصحيح يعني تصحيح لمن التصحيح على نسيت لابن قتل بغاء أحسن. نعم مولانا، ما هو الرسم مولانا؟ آسف، هذه شرحناها كثيرا، قلنا الرسم يعني كما هي العادة، كما هي عادة الفقهاء أن المفتى به قول أبي حنيفة رحمه الله، هذه مرت معنا عشرات المرات. نعم واضحة، أنا فكرت حاجة ثانية يعني. طيب الله، أنا كنت في مسألة قلت أنا أقولها. تمام، هلا الشيخ ماذا قال؟ وقال أبو حنيفة إذا قال وحق الله فليس بحالف، وهذا قول الإمام محمد ورواية عن أبي يوسف أنه يكون حالفا. طيب لو قال والحق، ما قال وحق الله، قال والحق يعني أقسم بالحق، قال كان يمينا بالاتفاق، كان يمينا بالاتفاق. ليه؟ قال لأن كلمة الحق هذه إذا جاءت معرفة كان المراد بها كلمة الجلالة، كان المراد بها الله سبحانه وتعالى، فقال فلو قال والحق ما فعلت كذا، ما فعلت كذا، إيه؟ يكون يمينا، يكون يمينا، لأن القرآن ماذا قال؟ قال ولو اتبع الحق أهواءهم، يعني ولو اتبع الله أهواءهم، فالحق المعرف، كلمة الحق معرفة، تكون يعني المراد بها كلمة الجلال، يكون المراد بها الله عز وجل، فلو حلف وقال والحق يكون يمينا بالاتفاق. لو واحد اضطر الى الحلف فهو يعلم مثلا ان في مذهبه لو قال وحق الله او يعني قال هذا وهذا ليس بحلف، قاله خدعه. هلا اذا اضطر للحلف، طبعا احنا لا نفتي بذلك، انا لا افتي بهذا، لا أفتي بهذا، لأن الفتوى بهذا، لأن الفتوى بهذا الأمر يترتب عليها تضييع حقوق عباد وظلم ناس كثيرين يتخذها الصالح وغير الصالح. ولكن أنا عندما المهم أن لا أكون كاذبا، أن لا أكون كاذبا، والكذب في مواقع يباح، فإذا كنت في موقع أنا أقول لك لا أفتي بهذا ولا أصرح به ولا ينبغي أن يقال أمام الناس حتى لا يتخذ الناس هذا الأمر وسيلة لسلب حقوق العباد، فالأمر خطير الأمر. لذلك أحبابنا، يعني هذا يعتبر من العلم المكنون الذي لا يباح ذكره أمام العامة، والإفتاء به يعتبر مجون، يعني الذي يفتي بمثل هذه المسائل هذا مفتي ماجن، هذا يحرض الناس على الظلم، هذا يحرض الناس على الظلم. ولكن أنا كطالب علم، كإمام، كشيخ، كعالم، وقعت في موقف
يباح لي فيه الكذب. الكذب فيه رفع ظلم عن إنسان أنا أعلم أنه بريء في موقف ويباح لي فيه الكذب، فقلت هذه الكلمة وأنا أعلم أن هذا الكذب مباح شرعا. أنا طالب علم أعرف المباح من غير المباح، الحرام من الحلال من المباح، فأتيت بهذه اللفظة لا مانع، وأكد على مسألة لا يجوز ذكر مثل هذه المسائل أمام العامة، لأن العامة أكثر، لما ذكرت أكثر من مرة علي ذكرت مولانا، العامة فعل الحرام عندهم هين ويهين يعني يهون فعل الحرام عند العامة لما يرون الخاصة يرتكبون، ما أقول لك يرتكبون الحرام، لأن العام الخاصة يعني أنتم طلاب العلم العلماء، إذا فعل الواحد منكم المكروه، وهذا ملاحظ أحبابنا، هذا ملاحظ، إذا فعل العالم طالب العلم المكروه أمام الناس جرأهم على فعل الحرام، فكيف إذا فعل الحرام؟ هذه هي آفة الزمان، آفة زماننا هذا أحبابنا، أن العلماء يفعلون أمورا هي في زعمهم قال بعض العلماء بإباحتها أو فيها خلاف، وينسى بأن الناس يرون ما يصدر منه ويسمعون كلامه فيتجرؤون على فعل الحرام، فهذه طامة، وبمثل هذه الأمور نستطيع أحبابنا أن نميز العالم الرباني الذي يتقي الله عز وجل والذي ينبغي عندها أن نتمسك به وأن نأخذ العلم عنه، والعالم الماجن الذي يتتبع الرخص بسبب علمه. وهؤلاء في هذا الزمان نسأل الله العافية صاروا كثيرين، من ليه يظهر أمام التلفاز ويبدأ يعطي هؤلاء الناس يتحدث عن هذه المسائل التي الحديث فيها خطير تماما، ويتكلم بها أمام عامة الناس فيتخذونها سببا والعياذ بالله لفعل المنكرات والحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكلام واضح أظن يا شيخ مصطفى؟ نعم، وأنا جزاك الله الله يبارك فيكم. فأنا الذي أنصح به نفسي دائما وأنصحكم به أحبابنا، يعني أنا عندما أجتنب الحرام لا لأنه حرام، انتبه علي، ولكن خشية أن يراني عامي فيقول الشيخ فلان فعل هذا الحرام فيقتدي بي، أنا أكون فاعل لطاعة، أكون فعلت طاعة عظيمة، وهي أني تركت المنكر كي لا أحرض على المنكر، كي لا أشجع على المنكر. واضح؟ هذا ينبغي أن نعلمه أحبابنا، يعني أنت اترك الحرام ليس خوفا على نفسك بل خوفا على الأمة، على الأمة من حولك، الناس تنظر إليك من حيث لا تدري. والله يا أحبابنا في مواقف، أنا أعطيكم موقف من المواقف حصل معي. كنت مرة راكب العربية، هالكلام قديم من أكثر من 10 سنوات 15 سنة، كان في يدي منديل فوقفت بالعربية أمام حاوية القمامة واقتربت منها ورميتها، فما أمر طبيعي بالنسبة لي، أنا معتاد رميته بالحاوية. والله يا أحبابنا يا بنفس الموقف نفس اليوم أو بعد فترة شخص أو اثنان أو ثلاثة كنا واقفين فقالوا لي والله يا أستاذ ما زلنا نتعلم منك آداب الإسلام وأخلاق الإسلام. قلت له خير، أنا ما فعلت شيء، ما هو موجب هذا الكلام؟ قال لي لقد رأيناك من يومين أو ثلاثة
كيف وقفت أمام الحاجة من أجل أن ترمي المنديل وما رميته في الأرض؟ أنا فعلت أمرا معتادا، فانظر الناس يرونك من حيث لا تدري. فأنت تدعو إلى الآداب والأخلاق والالتزام والانضباط والشرع ودين الله من حيث لا تعلم، تظن أن الناس لا يرونك، بل الناس يرون حتى ولو كنت في مكان بعيد. تقول الآن لا يعرفني أحد، يوجد إنسان يعرفك فيراك، فإما أن تكون سببا لإفساده أو أن تكون سببا لهدايته. فلذلك اجتنب بعض المنكرات أو المنكرات، التزم بالآداب رحمة بالأمة من حولك، كي لا تحمل وزر من يراك ويقتدي بك. أنا هذا دائما والله يا أحبابي أنصح به نفسي وأنصحكم بهذا الأمر. إذا ما أردت أن تفعل أمرا تذكر بأن من حولك يراك. هذا الأمر يرقيك في قادم الأيام إلى أن تراقب الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا الأمر من باب هو من مراقبة الله، أنا عندما أترك المنكر كي لا يقتدي الناس بي، هذا لأني مراقب لله سبحانه وتعالى، هذا لأنني مراقب لله سبحانه وتعالى. أسأل الله لنا ولكم الحفظ والتوفيق، آمين آمين. قال وإذا قال أقسم، نحن بحاجة، وأنا خرجت عن الموضوع يعني أحبابنا، مولانا أن دائما أحبابنا أركز، هذا العلم، هذا العلم إما أن يرفعك ويقربك من الله سبحانه وتعالى، وإما أن يبعدك عن الحق جل وعلا. لذلك روي في الحديث، وإن قيل بأنه يعني ليس بثابت، لذلك نقول روي في الحديث أنه من ازداد علما ولم يزدد تقا لم يزدد من الله إلا بعدا. من ازداد علما ولم يزدد إلا تقى، أنت تفرح تزداد علما، ولكن هل هذا العلم ألبسك ثوبا جديدا من أثواب التقوى؟ هل ارتقيت عند الله سبحانه وتعالى؟ أم كان هذا العلم حجابا بينك وبين الله؟ كثيرا ما نرى طلاب، بعض طلاب العلم كالأباطرة، كالأباطرة، كالملوك في كلامهم، في جلوسهم، في معاملاتهم مع مريديهم وطلابهم، وفي معاملاتهم مع الناس، وكأنهم تعلموا ليصبحوا ملوكا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما خير بين أن يكون نبيا ملكا ونبيا عبدا، أشار إليه جبرائيل عليه السلام أن قل أنا نبي عبد، نبي عبد ولست نبيا ملكا. نسأل الله لنا ولكم دوام التوفيق والهداية والحفظ، آمين آمين. قال وإذا قال أقسم أو أقسم بالله أو أحلف أو أحلف بالله أو أعزم أو أعزم بالله أو أشهد أو أشهد بالله فهو حالف، لأن هذه الألفاظ مستعملة في الحلف، مستعملة في الحلف، حتى هي جاءت في القرآن، جاء بعضها في القرآن. القرآن يقول إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون يحلفون بالله إن أردنا إلا الحسنى. قال أحلف، يحلفون بالله إن أردنا إلا الحسنى. قالوا نشهد إنك لرسول الله، نشهد إنك لرسول الله. ثم قال بعد ذلك اتخذوا، لما قالوا نشهد إنك لرسول الله قال اتخذوا أيمانهم، فدل على أن كلمة أشهد ونشهد يمين. فهذه الألفاظ إذن هي أيمان شرعا وعادة وعرفا، لأن هذه الألفاظ مستعملة في الحلف. وهذه الصيغة أقسم أحلف أشهد، وهذه الصيغة للحال حقيقة، صيغة أقسم أشهد إلى آخره للحال حقيقة. وكذلك لما يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، في كل مرة تكررها أنت، هذه للحال، هذه للحال في الحقيقة. إيه نعم. قال وتستعمل للاستقبال
بقرينة سوف أقسم، سوف سأقسم. فجعل حالفا في الآن، القرينة الآن معدومة، القرينة الآن غير موجودة، غير موجودة، فجعل حالفا في الحال لفقد القرينة الدالة على الاستقبال. وكذلك قوله وعهد الله وميثاقه، لأن العهد يمين. قال تعالى وأوفوا بعهد الله، والميثاق عبارة عن العهد، الميثاق عبارة عن العهد. إيش يعني عبارة عن العهد؟ يعني الميثاق ما قال هو وعهد الله وميثاقه يمين. استدل قال لأن العهد يمين بدليل قوله وأوفوا بعهد الله. طيب وأوفوا بعهد الله، هذه دليل على أن قولي وعهد الله يمين. ما هو الدليل على أن قولي وميثاق الله يمين؟ قال الميثاق، الميثاق هو يمين، الميثاق عبارة عن العهد يعني في معنى العهد، الميثاق عبارة عن العهد يعني هو في معنى العهد. فإذا حلف بميثاق الله كأنه حلف بعهد الله. وكذا قوله علي نذر. سيدي نعم آسف الشيخ المدني زود أعزم، العزم مولانا مش تردد، في تردد بعض الشيء؟ لا بالعكس، من التردد لما قلت أعزم، يعني بالعكس لما قلت عزمت ما في أي تردد أبدا. هل كلمة العزم تفيد التردد؟ ما هو وجه التردد فيها؟ أنا إذا قلت عزمت على الفعل يعني ألغيت جميع أنواع التردد، انتهى، بالعكس تدل على الإقدام مع قطع جميع أسباب التردد. قال وكذا قوله علي نذر ولم يحدد، قال علي نذر ولم يحدد ما هو النذر. أو هكذا قال، الأصل الأصل الإنسان يقول لئن شفى الله مريضي لأفعلن كذا، فيكون قد نذر. أما الآن ما قال غير شيء، قال علي نذر لا أفعل كذا، أو قال علي نذر وسكت، هذا يمين، هذا يمين. أو علي نذر الله فهو يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم النذر نذرا، ولم يسمي، ما قال علي نذر أن أذبح، أن أطعم، أن أتصدق، أن إلى آخره، ولم يسمي، قال فعليه كفارة يمين، فعليه كفارة يمين. قال أو إن فعلت كذا فهو يهودي. طيب أنا مضطر للخروج أحبابنا، الآن نقف هنا. شيخ عمران جواب سؤالك كان سيأتي الآن في هذه الفقرة، فإن شاء الله تعالى، نعم سيدي، إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى، إن شاء الله تعالى نتحدث عنها بتفصيل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، أكرمكم ربنا، تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.